سلام غيتو، مرحبا بك عندنا في لابواط فوكال. خلاو ليك لي فان ديالنا بزاف ديال الرسائل اللي بغيناك تجاوبي عليهم. مستعده؟ مستعده. نبداو بالرساله الاولى. شحال من مره فكرتي تخرجي من عالم السوشيال ميديا حيت اثر على النفسيه ديالك؟ فين ما تاثر لي على النفسيه ديالي وكنجلس كنبقى نبكي ونقول انا صافي غنحبس هذا الشيء حتى كنبرد. ديما السوشيال ميديا هو اللي خلاك تعرفي بلي عندك ميول كبير للمسرح؟ لا، الدخول ديالي للسوشيال ميديا خلاني نعرف انني انسانه كيعجبني ندير لوموغ، حيت انا ما كنتش جي يلا اكتشفت راسي مع هاد لي فان وهذا، اكتشفت راسي وبلا موتيفاسيون ديالهم ديال فاش اكتشفت راسي وليت كنقدر ندير شي حاجه بحال هكا. مي المسرح كان تعجبني ملي كنت صغير. الا جاك شي دور جري في شي فيلم واش تقبلي به؟ لا، ما نقبلش به. الا كانوا الناس كيبغيوني وكيقولوا لي في لي ميساج حنا كنبغيوك كنتفرجوا فيك مع عائلتنا، دونك حتى ملي غادي ندير شي دور غادي يبغيو يمشيو يتفرجوا فيا وانا ما بغيهمش يشوفوني في شي صوره ماشي حتى لهيه. بصح لي فيديو اللي كتصوري زادوا قوه وشخصيه ديالك؟ بزاف. ما كنتش ثقه في راسي، ما كنتش عارف راسي شنو نقدر ندير شنو باغا، لدرجه كنت كنبقى نضحك مع صحاباتي كنقول لهم انا ما عندي لا موهبه لا والو، لا نقطه ضعف لا موهبه لا والو، انا عايشه هكاك. نحس براسي عندي صوت وليت نقدر نهضر شنو ما عجبنيش وشنو عجبني، ميم حتى في الدار حتى اونتر حتى مع العائله، يعني كلشي كيولي يسمعك بحال كنقول لك بالدارجه، بحال عاد ولا عندك اعتبار ولا كيعبروك الناس، وهذا الشيء كيقوي لك الشخصيه ديالك. من مورا الصوره ديالك بزاف ديال صحابك قلبوا عليك؟ هما قلبوا عليا حيت خافوني نقلب عليهم، ولكن انا راه ما كنتش غنقلب عليهم، بحال هما سبقوها وكيسحب لهم راه انا ملي غنتشهر غنتبدل، الوغ كو نو انا ما تبدل فيا والو، وباقيين عندي صحابي، ودايوغ هاد الصحاب اللي عندي دابا راه هما اللي كانوا صحابي قبل ما نتشهر. هادشي اللي كاين. السوشيال ميديا في ثلاثة الكلمات. ريسبونسابيليتي، امور، اي بريسيون. واش بيت لك ندمتي على هادشي اللي كديري؟ ما عمري ما ندمت على الشهرة حيت عطاتني بزاف وخلاتني نكون واحد غيتا اللي من ديما ملي كنت صغيرة كنت كنحلم براسي نكون. ما ندمتش على الشهرة، ولكن ندمت على شي حوايج درتهم وانا مشهورة، سي فغي. ما ندمش على الشهرة. واش كيأثروا عليك لي كومونتير نيجاتيف؟ سا ديبون دو لا بيرسون، سا ديبون دو شكون اللي كتب لك داك لو كومونتير وشنو كاين في لو كومونتير. كيأثر فيك إلا كيأثر فيا في حاجة وحدة، إلا حسيت براسي بصح غلطت وهذاك لو كومونتير كيشبه ليا وندمت. ما فين تيأثر فيا وكنبقى نحسن من نفسي، أما كومونتير خايب يعايرني شي واحد ما تيأثرش. كون ما بارطاجيتيش لا فيديو ديالك في الكونفينمون، شنو كنتي غتكوني كديري دابا؟ غنكون كنقرا كنكمل في قرايتي في ليستيا وخدامة أون باغاليل في سونتر دابيل المساند الرسمي. شكون هما المشاهير اللي عاونوك في البداية ديالك وشنو تبغي تقولي لهم؟ صراحة هما بزاف، يعني أي واحد كنت أنا فان ديالو وصفت ليه ميساج وقلت ليه ملي الله بديت قلت ليه تقدر تشوف داكشي اللي كندير وعطيني الرأي ديالك، عطوني الرأي ديالهم، بارطاجوني، بقاو ديما تيموتيفيوني، وكنبغي نقول لهم شكرا بزاف وشكرا حتى للناس حيت الناس هما اللي شجعوني أكثر. منين جاتك الفكرة ديال الشخصية باكالاو؟ ملي كنت كنبغي نمشي نصايب شعري ما كنتش كنمشي، ما عمري ما كنت كنعرف لي صالون دو لوكس وهادشي، كنت كنمشي للكوافورة ديال الدرب، دوكو ملي كنت كنمشي عندها حي شعبي كيبقاو يتعاودوا وتعاود لك على شنو دارت البارح شنو طرا، كتقول لك راه جات واحد كتجي شي بنت كليونت كتبدا تعاود على سون كوبان سون امور، وانا كنبقى حاله فمي شحال من مره قمعوني هزي ودنيك هزي ودنيك، ولا كندخل اش قال لك اش قال لك شنو هي ديك الكلمه انا راه باغا نتاسبيرا. ابخي ملي تشهرت وليت كنمشي لهذاك لو صالون كنحس بهم بحال ما كيبقاوش يبغيو يهضروا باش ما ناخذش من عندهم ما نقولش، مي بون هذيك احسن انسبيراسيون احسن بيرسوناج عندي حيت ساهل عليا حيت ما كنطلبش مجهود، غير كنجلس وكنتفكر شنو قالت طق طق طق. كيفاش كنتي كتخيلي عالم الشهره قبل ما تدخلي ليه؟ واش لقيتي فيه داكشي اللي كنتي كتخيلي؟ والحمد لله كاينين دي زارتيست اللي رحبوا بيا وإل مون توني لا مان وشفت منهم غير الخير، وكاينين شي وحدين اللي ضروني بزاف ضروني بزاف بزاف بزاف، ولكن او فينال كتلقى والديك والناس اللي كيبغيوك الناس اللي كيبغيوك، وكتفهم ان المهم هو انك دير داكشي اللي انت باغي وتركز فيه وديها في الناس اللي كيبغيوك، حيت انت اصلا درتي هادشي كامل غير باش
تحقق الحلم ديالك ويشوفوك الناس ويبغيوك الناس. هادو هما جوج حوايج اللي مهمين. عالم المشاهير وهاد الشهرة وهاد الشيء كامل علاش زوين، واللي خلاني نتلاقى مع الناس الزوينين بحالكم واللي فان واللي ما كنسميهمش انا دي فان، سي مي زامي، باسكو اي واحد انا يطلع ليا المغال جو لو كالكول، وكيطلعوا ليا المغال بزاف لدرجه شحال من مره كنت كنبكي ونط عند ماما كنقول لها شوفي اش قالوا لي، شوفي شوفي اش قالوا لي مساكن. فريمون صافي بليزير، ماشي صافي بليزير نو، صافي ان غران بليزير. راه ما يمكنش، راه هادشي اللي نقدر نقول لكم، راه كنبغيكم بزاف وما عارفينش التاثير ديالكم على حياتي. وشكرا وشكرا لكم حتى نتوما اللي استضفتوني، وانا ديما غنبقى نجي عندكم حيت نتوما زوينين زوينين زوينين.